والله يا اخي انا لا بيرتبط معايا الشتاء باسكندريه ولا باغاني فيروز انا عايز ارجع عيل صغير تاني اتشحتف على اهلي عشان خاطر يرضوا يودوني رحله الشتاء المدرسيه بتاعه السندباد ليس الا وفي البدايه كده يا معلم انا ضد فكره التوب 10 والترشيحات دي يعني مش عارف كده مش لوني بس احنا في ايام البرد ايام الشتي ففي حاجات كده بقى خلاص اركن السندباد على جنب دلوقتي مرتبطه معانا بالشتاء وبصراحه انا عامل الحلقه دي مخصوص عشان اعمل شوت اوت للمشاريع اللي جايه في القناه من الكام فيلم او مسلسل اللي هنتكلم عليهم دلوقتي فتشوفهم بقى على كده في ايام البرد القارصه عشان تبقى ملمس معاه في اللي هحكي فيه لو ما كنتش لسه اتفرجت في اللي هعمل عنه حلقات فانسينك ولينك كده مع بعض في الحلقات اللي هتنزل ان شاء الله وما تخافش يا سيدي مش هحرق اي فيلم او اي حاجه من الحاجات اللي هتكلم عنها في ناس بتكتب لي تملي في الكومنتات اوعى تحرق يا سيدي احرق لك ايه بس ده فيلم او مسلسل عدى عليه 20 سنه وزي ما انت شايف كده البدايه بارابيسك ارابيسك يعتبر من علامات التسعينات ومن الفوارق في تاريخ صلاح السعدني ربنا يديله الصحه وطول العمر المسلسل ده لازم تشوفه في كل شتاء وعشان عليك فانت ليك في ذمتي حلقتين بحالهم هستخدم فيهم ارابيسك كموضوع نتكلم فيهم وعشان اجهزك من دلوقتي فالحلقتين دول ليهم شويه علاقه بالمسلسل وليهم علاقه بحياتنا كمصريين والحلقتين دول فيهم واحده هتكلم فيهم عن ازمه الهويه احنا كميته ولا مصريين ولا عرب ولا افارقه والحلقه الثانيه هتكون عن الفرق بين مصر وايجيبت اتفضل بقى بعد الحلقه دي دلوقتي اجباري كده تتفرج على المسلسل ده على اليوتيوب موجود عادي جدا والمسلسل ده انا حقيقي ما عنديش فكره لما بسال حد يقول لي ما اعرفوش فازاي المسلسل ده تحديدا لوحده كده بيجيبلي لي حاله تشبع بتخليني مش عايز اتفرج على اي حاجه تانية لفتره طويله من كتر ما انا ما استكفيت من كتر البرفكشن الموجود فيه، لانه بكل بساطه هو ادسم وجبه تلفزيونيه ممكن تتشاف، خيوط دراميه ما حصلتش، اسقاطات ثقافيه واجتماعيه وسياسيه ولا اروع، كل شتاء لما بشوفه بشوفه بنفس الشغف حتى وانا حافظه، ولكن اوترو كل حلقه بتجبرك تشوف اللي بعدها حتى وانت حافظ المسلسل، مسلسل ساحر كده ما يخلاش كل فريم فيه من الجمال والتفاصيل، وعايزك وانت بت تتفرج تتامل في شخصيه حسن اسطى الارابيسك والنحاس واللي طول ال40 حلقه ممسكش حته نحاس ولا دب ايده في عرق خشب طب ليه وازاي ده بقى اللي هنبقى نعرفه سوا سوا في مراجعه المسلسل اللي هم هيكونوا حلقتين زي ما وعدتك ان شاء الله مسلسل عظيم جدا حاول تتقبل فكره انه هيبقى 40 حلقه بس اوعدك ان هم هيعدوا على قلبك زي العسل وحاول تتناسى نزعه اسامه عمر عكاشة الناصريه اللي هتلاقيها موجوده في المسلسل ده زي كل او اغلب كتاباته ولكن ارابيسك ما ينفعش ما فما ينفعش ما يتعادش مشاهدته مره واثنين وثلاثه توعدك لو شفته نظرتك لحاجات كتيره جدا هتتغير كمواضيع او كمحتوى هتتفرج عليه طب ايه نخش على الافلام نبتدي بقى بالفيلم اللي بيرجعنا لايام الثوره نواره ايام الثوره يعني الشتاء. يعني الشو ومصعه الولعه من البرد ولمه اللجان الشعبيه يعني لما قعدنا سكه تلات اسابيع او شهر بحاله ما بناكلش غير بطاطس بس ظهر عصر مغرب عشا من اناء الليل واطراف النهار عشان ما كانش في محلات ولا اي حاجه فاتحه بنت اخويا بتقول لي نفسي اكل بيتزا نفسي اكل كباب ابن ابن لي نفسي ريشه طفل عمره سنتين لان كنا متعودين احنا نجيب عشا كل يوم وكده مفيش كله قافل حبيبه قلبي استاذ عفاف شعيب اتمنى تأمري رغيفين كريب من محل الفتاح العليم اللي على ناصيه الشارع دلوقتي وبمناسبه الذكريات الجميله دي بقى انا فاكر الشريط اللي كان بينزل في التلفزيون ده في الاخبار بيقول لك ايه بقى اتصلوا بينا على الخط الساخن عشان نقفش اي تاجر بيغش في الاسعار يعني اتشطرتوا على اللي زودوا جنيه و جنيه اما الحراميه اللي سابوا البلد بمليارات الدولارات ما عرفتوش تعملوا لهم حاجه المهم زي ما انت شايف كده نواره يعني الفسد السابقين اللي كان عندهم ايمان يرجعوا لفسادهم ووجودهم وسطوتهم على كل انش في البلد وال الفقراء اللي كان عندهم ايمان برضه بس ايمان من نوع مختلف ايمان بان العيش والحريه والعداله الاجتماعيه تتحقق الايمان اللي جالهم من بعد الثوره بميه نظيفه يشربوها توصل لهم وفي عز ما اللي كون ثروته سواء بالسرقه او الفساد او حتى بتعبه من بعد ما الفساد بقوا بينعموا فيه بالميه والخضره والوجوه الحسنه في حياتهم بس في البول وفي غياهب كل منطقه جميله من بعد مارينا اتنين. عشان قبل مارينا اتنين انت لسه مش انسان مكتمل النضوج والنمو زينا فيلم انا معرفش انا نفسي ما كنت شفته طيله هذا الزمن ازاي واول ما شفته رجعني لحنين البطاطس اللي كانت مش الهابي ميل بتاعتنا لا دي كانت الديفولت ميل صبح وليل وليل وصبح مع الشتاء القارس البروده لازم يا جماعه نبقى نعمل حلقه عن هذه الروعه اللي بتتكلم عن الانسان ولحد ما نشوفها فانصحك تشوف حلقه خل يوم عنه ولو في صناع اعمال مستغربين نفسهم ليه ما بقاش في اعمال حلوه فبسيطه شوف ورا يا جماعه فيلم ما فيهوش اي فزلكه فيلم بيتكلم عن الانسان اللي غاف في حساباتكم انكم تتكلموا عليه وأنتوا بتحضروا مشاريعكم تيجي بقى نخش على بعده رسائل البحر رسائل البحر هو من من اكبر الافلام اللي تتحب تتشاف في الشتاء يعني دايما بيجيلي احق وانا بتفرج عليه كده ان رجليه متجمده وببقى عاوز تاكتك من الورمنس اللي في الصوره بتاعته وبالمشاهد النوة اللي انت اكيد لو زرت او عايش في اسكندريه فانت بتنتظرها من حلاوه جو الشتاء القارس البروده وقتها حلقه السمك اللي بتشم فيها الزفاره وانت مرضي تفاصيل شخصيه يحيى العظيمه وهي بتتجلى في الجزء الثاني من سلسله يحيى من ابادي بتاعه فيلم ارض الخوف اللي استمرت لحد جزءها الثالث في قدرات غير عاديه عالم داود عبد السيد حقيقي محتاج له حلقه زي عالم فارس في افلام محمد خان اللي كنا راجعناه قبل كده فانتظر برضو ان شاء الله مراجعه ليحيى في افلام داوود عبد السيد عشان التلات افلام دول من المحبذات بالنسبه لي ومن تجليات داوود باشا في افلامه والفيلم ده تحديدا له مكانه في قلبي عشان فاكر اني كنت عايز ادخله السينما وكان معروض في السينمات اللي جنبه فيلم زي البرومانسي. اللي كان كل الناس بتدخله وانا كنت قاعد وقتها لوحدي بشوف رسائل البحر مع انه كان الكبار فقط وقتها وانا كنت 15 سنه يعني السكيورتي عدى لي كده عشان الفيلم قشطه رجلين خفيف عليه وبعيدا بقى عن الهايبر لينكات اللي اتفتحت دي فليه عن جار. المسلسل اللي من ساعة ما نزل تقريبا هو تريد مارك كل شتاء ويعتبر هو من اطول وافضل المسلسلات اللي اتعملت اخر 10 15 سنة واحلى حاجة في المسلسل ده انه مسلسل خالي من الفزلكة بتاعة تقويم الناس وتحسين اخلاقهم والكود الاخلاقي اللي بقى بيتعمل اخر فترة لا هو صريح كده صريح لدرجة انه بكل بساطة هتشوف نفسك في شخصية في الابطال اللي قصادة بحلوهم بالوحش اللي فيهم وبشكل او باخر هيخليك تتصالح قشطة مع مشاكلهم وهيخليك تتفهم احتياجاتهم بس الوحيد اللي اراهنك انك مش هتصالح معاه او لما تتفرج قول لي اتصالحت معاه ولا لا هو شخصيه شريف يعني كم الكمكمه والريحه اللي هتخرج لك من الشخصيه كده على شاشه موبايلك او لابتوبك هتقول كتير انا بره عني مش هقدر اوصف لك كم الكمكمه اللي بحس بيها من الشخصيه دي وانا بتفرج والله فيلا بقى نرش السبراي عشان نخرج بره الكمكمه اللي طفعت دي ونخش على اللي بعده فيلم ايس كريم في جليم ايس كريم في جليم يعني هو الشتاء نفسه، يعني رحلة انسان خبطته حياة ما بعد الانفتاح وما بعد مطاطية راس المجتمع المصري لظروف العالم الجديد اللي خلاص تم رسمه ورسم تفاصيله بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، والانفتاح الاقتصادي اللي قسم ظهور الشباب والديون اللي غرقت فيها مصر وكانت سبب بشكل او بآخر ان سيف يتشتت زي ما كل ظروف مجتمعه كانت مشتتة، انا حاسس اني بقول كلام كبير قوي بس هو ده بقى اللي انا ان شاء الله لما ربنا يكتب لنا عمر هبقى اعمل لك عنه حلقة عن فيلم ايس كريم في جليم اه فيلم ميوزيكال واه فيلم وثائقي انت بتعيشه وبتشوف بيه الفيلم واه كل اغنيه تضرب الثانيه بكل سهوله ولو ما حبيتش ثلاث اربع اغاني في الثمانيه فعندك مشكله بس الجانب اللي ان شاء الله هنشوف بيه الفيلم ده في الحلقه بتاعته هو مش بس بيحكي عن ايس كريم في جليم هو بيحكي عن توجه مخرج وناس شافت ظروف الشباب اللي عندهم ازمه الهويه وازمه الاحساس بالذات فيما قبل ايس كريم في جليم كمان يعني ايس كريم في جليم كان عباره عن لوحه اترسمت بس كان في بوادر للرسمه دي ادت تطلع فيلم بيحكي عن سيف سيف اللي هحاول جاهدا ادخل بيه جواك يا احمد ومحمد ويا محمد ويا منا اي حد بيتفرج لانك في يوم من الايام كنت سيف ده لو ما كنتش انت سيف دلوقتي فلازم نحاول نعمل هايلايت كده على سيف ونخليه واحد مننا عشان كلنا بجد سيف يلا نخش على بعضه اديني ميكروفون ميكروفون هو الشتاء الشتاء هو ميكروفون تجربته كفيلم مستقل ساحرة جدا بكل تفاصيلها بأحلام الشباب الصغير اللي شايف إن البيروقراطية بتاعت بلدنا الجميلة واقفة حيطة سد في وش أحلامه، للكبار اللي أحلامهم معاهم منذ الصغر ويجي رقيب ميديوكر يقول لهم غنوا كذا، لونوا كذا، الشكل اللي بحبه كذا، فيلم مصري جدا يحمل أعباء الرصيف للكادحين والمهمشين اللي مالهمش غير إن هم بيحلموا، مش أكتر يعني ما أجرموش، زائد أغاني الأندر جراوند والراب اللي كلها بتجبرك إنك تدندنها وتتفاعل معاهم زي أول مرة بتستكشف عوالم كل بند وكل فرقة فيهم. تجربة من النوادر بس مش نادرة على حد بيحب الفن زي خالد أبو النجا وطالما جبنا سيرة خالد أبو النجا فيلا نخش على خالد أبو النجا تاني في فيلم مستقل لنفس الإنسان وهو فيلا 69 من التجارب الإنسانية اللي لما بتعدي عليك كده بتسيب أثر دايماً هتفتكره يا بوقت معين يا بشخص معين يا بالبلاي باك بتاعت بداية الفيلم بس اللي أضمنهولك إنك كده كده هتشوف نفسك في الفيلم سواء في الجيل الصغير زي الولد أو البنت أو ممكن تشوف نفسك في حسين نفسه الشخص الذي زهد الحياة كلها 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 وفي الآخر حس بالإنكل او انه يقدر يعيش الحياه بشكلها الطبيعي والفيلم ده دايما بيفكرني بمقوله عمنا فؤاد حداد الجنه دايما عند غيرك تعيش في خيره ويعيش في خيرك انصحك بقى تشوف التجربه الشتويه الممتعه دي وبعد ما تخلص فرجه فلا تفوت يا إيه طويل العمر والسلامه بمناسبه موجه خولجة السينما المصريه اللي احنا فيها دي انك تتفرج على المراجعه اللي كنا عملناها قبل كده عن الفيلم ده وكانت باسم ليه لازم تخرج بره فيلا 69 اشكرك يا صديقي على المشاهده للسته القصيره دي لحد كده وان شاء الله نحاول نخرج بيها بكذا حاجه تعجبك ان شاء الله لما نيجي ننفذ الحناتيف اللي اتكلمنا فيها... وأشوفك بقى الأسبوع القادم... ويلا... سلام عليكم